الرياضة هذه اللي سموها تبيل لاند، اللي سموها تبيل لاند، هي في الحقيقة تجدها عند الصغار وتلقاها عند الكبار. تجدها عند الصغار كي يبداو يتعلموها كما كنا نشوفوا ضروة، كي يبداو يتعلموها وعندها الشروط نتاعها. هي معناته على العموم يبداوها الصغار، نقولوا مازال ما السروال هو خطر لازم تمنى معناته وزرزم يلقى البلاصة اللي يشد فيها، وعندها حركات نتوعها والوضعيات نتوعها معروفة، يعني باش ما تديرش حركة اللي خارجة على الإطار.